هيثم هبدأ معاك بمسلسل النهاية اللي مكسر الدنيا. انت الستايل الشعر اللي انت عامله في المسلسل بشوية واخد الدنيا البعيد لبعد 2020 بكتير قوي، صح؟ يعني كنت مركز في التفاصيل دي؟ بص، هو المسلسل ده ليه طبيعة شغل مختلفة جدا، وكان كان اختيار صعب. لما كلمتني انجي علاء الستايلست على المسلسل، قلت عايزين نعمل المسلسل ده، المسلسل ده حاجة مختلفة خالص عن طريقة الشغل اللي اشتغلتها في حياتك يعني. فوافقت جدا، وكنت برحب قوي بالفكرة، وكنت مبسوط جدا انا بعمل المسلسل ده. المسلسل ده فكرته ان انت بتعملي تو لوكس، يعني اتنين شخصيات، ناس فقيرة وناس غنية. الناس الفقيرة اللي انت شايفينهم، اخترنا ازاي نبني لوكات تبقى مختلفة وما تبقاش شبه حاجة اتعملت قبل كده، وفي نفس الوقت ما تبقاش مقززه لدرجه انك ما تبقاش قادره تشوف اللوك، لان الناس دي عندها مشكله في الطاقه، وعندهم مشكله في الميه، وعندهم مشكله في الكهرباء، فبيستحموش. فبازاي يعملوا شعرهم؟ اكيد لو الناس دي سبب بالشكل ده، هيبقى شعرهم اكرت كانيش بشكل مش حلو. فعدنا ندور على حاجات زي مثلا نودي السباع مثلا، اخترنا الراستا او الضفاير لاختيار ان يبقى لوك ثابت وما بيتغيرش. اخترنا للناس الرجاله ترندات عشان يبقى لوك ثابت ما بيتغيرش. اخترنا مثلا لمحمد جمعه اللوك اللي هو الاساتيك ده، عشان اللي هو المكعبات بتاعه الشعر، عشان يبقى ثابت ما بيتغيرش، عشان ما يبقاش الناس عندها مشكله في ان هم مش عارفين يغيروا اللوك ازاي، لان هم زي ما قلت لك ما بيستحموش. فالناس عندها مشكله في الطاقه، مشكله في الميه، فلازم يبقى في لوك ثابت ما يبقاش شكل وحش. حتى العمال كنا مركزين جدا، حتى في الناس اللي عمال، حتى في الكومبارس الناس الموديل في الخلفيه، لازم يكونوا نفس الشكل. طبعا بعيد بقى عن النقله الثانيه في الناس اللي هي المثقفه اللي هم التكنولوجيا وبتاع، برضه شكلهم مختلف جدا، بس التساحات بقى شكلها شيك. قلنا نختار ازاي موضه تطلع للناس يشوفوها يحسوا ان هي مختلفه عن اللي بيحصل. انت ازاي هتصدقي لوك وانا ممكن النهارده اعمل لك شعرك كاريه والناس كلها بتعمل كاريه، اللي بتعمل لون ازرق، سوري، لون بني، والناس كلها بتعمل بني. اي حاجه، اي قصه كنت هتصدقيها ان ازاي ما انتوا عملتوش حاجه مختلفه؟ الناس كتير علقت ان ازاي تعمل قصه مثلا على شكل في، لون شعر احمر، ازاي تحط تعمل مثلا كوتجيفال على الشعر بس طالع متفرق كذا خصله مع بعضها، ازاي تركب اكسسوارز في الشعر. فاخترنا حاجه الناس بتطور في الشعر بطريقه الناس تحسها ان هي شكلها حقيقي، وتبقى انا وانت شايف، وتبقى انت مثلا متفاجئه باللوك ومتصدقاه. مش لازم تصدقيه، المهم تبقى متفاجئه باللوك، ان اللوك ده ازاي اتعمل كده، ازاي مين هيوافق يمشي كده. لان من الصح انك تبقى عامله حاجه الناس كلها ما اتعملتش، لان مش بتقلدي حاجه، فاهمه؟ فالحمد لله، الحمد لله طلع المسلسل زي ما انتم شفتوا، الناس كلها مبهوره بالشغل، والحمد لله والشكر لرب. دينا الشربيني الكيرلي يعني لما عملت ليس الناس ما حبتهاش قوي غير في طبيعتها والكيرلي واللون شويه الغوامق اللي فيها هايلايتس كده، بتشوف ده اكتر لوكي يعني؟ دينا الشربيني من الوشوش الجميله جدا جدا جدا، وهي اكتر وش طبيعي جدا في الوشوش، عشان كده دايما تحس ان الشعر الكيرلي من احلى الاشكال عليها، لان كل ما بتبان طبيعيه، كل ما يعني دينا الشربيني عندها ميزه اوف، كل ما بتبان طبيعيه ومش عامله شكلها ومش عامله شعرها ومش عامله حاجه بتبان شكلها حلو قوي ما شاء الله. فعشان كده الناس بتيجي تعمل ليس بيبقى حبه الكيرلي قوي فيها، فبقوا مستغربينها جدا في الليس، بس هي ما شاء الله ما شاء الله وشها بيليق عليه كل حاجه. مين الفنان